اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسة. كله حلو؟ تمام حلوة الصورة النهاردة. شكرا. بس شايف ابتسامة وضحك والدنيا كويسة، واهي هي الصورة دي. شايفك يعني النهاردة ضحكة وابتسامة، الحقيقة مصدرة مشهد رائع النهاردة. احكي لي عن تجربتك بقى لما رجعتي، وتجربتك وانت موجودة دلوقتي في مرسى علم. هو بصراحة التجربة يعني أنا مبسوطة بيها جدا، وشايفة إن في تنظيم واهتمام، ويعني من أول ما وصلنا مطار مرسى علم هم يعني بيتأكدوا إن إحنا ما عندناش حرارة، بياخدوا عينة دم، بيتأكدوا إن التست نيجاتيف، وبعدين بيرشوا بمياه كلور في كل حتة، أي حاجة نلمسها يرشوا على طول، وبعدين بيدونا اللي هو الكحول اللي نحطه في ايدينا عشان برضو ما يكونش فيه اي يعني اي حاجة ممكن تخلينا تعرضنا بالمرض يعني. وبعدين بعد ما مشينا من مطار مرسى علم، رحنا الهوتيل، ومن اول ما وصلنا هم على طول ودونا الاوض وبيساعدونا اي حاجة محتاجينها، بدونا 3 وجبات في اليوم، اي حاجة محتاجينها، اي حاجة مطلوبة بيجوها لنا على طول. فبصراحة يعني من اول ما جيت وانا مبسوطة وفخورة وشايفة ان في مجهود مبذول جامد. وانت جاي من امريكا حسيتي بفخر شديد جدا انك مصرية والبلد بتدور ترجع كل واحد من هناك؟ شيء الحقيقة احنا شخصيا فرحانين بيه جدا. بصراحة يعني من القنصلية على الوزيرة على مصر الطيران على مهندس ياسر ادريس على دكتور اشرف صبحي، كل حد بصراحة كان بيساعد ان احنا نرجع في اسرع وقت. الحقيقة انا واحد من الناس، المبادرة كانت لكل المصريين وللرياضيين كمان وكل المصريين اللي هي بره، كل الناس اتحركت في نفس التوقيت، والباسبور المصري الناس بتفتخر بيه بشكل كبير جدا، خصوصا انت كمان راجعة من امريكا والظروف هناك صعبة جدا. بالظبط، الظروف هناك صعبة جدا، وطبعا بعد ما الأولمبيات اتأجلت أنا كنت رايحة هناك أصلا عشان أتمرن الأولمبيات، فأول ما اتأجلت يعني قلت أنا لازم أرجع على طول وأقعد مع أهلي وأكون في بلدي. أسرتك يعني أهلك بيكلموكي ومطمنين عليكي والدنيا تمام؟ الحمد لله بنتكلم كل يوم الحمد لله. محتاجة أي حاجة نعملها لك ولا كله كويس؟ أنا تمام مبسوطة. قولي ما يهمكيش فرصة، شوفي أنت محتاجة إيه نعمله. هو طبعا عشان التمرين واقف يعني فما فيش تمارين خالص، بس طبعا كان نفسي ان انا اعوم في بسين، بس دلوقتي بتمرن في الاوضة يعني بعمل حاجات رياضية في الاوضة، بس طبعا اتمنى ان انا ممكن اعرف انزل في بسين في الحالات الصعبة. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك، وبنتشرف ان انت رجعتي تاني، وان شاء الله باذن الله ربنا يديك الصحة وترجعي تتمرني وتألقي وتكسري الدنيا ومشرفانا دايما. شكرا، ربنا يخليك. بشكرك.